هلا عم يحكيني رامي صاحبي عم بيقول لي وقفت بولت موتور مظبوط؟ ايه فجأة الزباين طلعت معنا قالوا لنا ما بقى حنقدر نطلب بولت بعد 11 الشهر. اقعدوا برون ضهرك ما تبين وشك. لا يا اخي انا فعلا عبال معك. طب ما حلوا عنا خلوها اشتغل. ما تكون تنطفوها نطفوها. المشي قانوني، موسيقته قانوني، وكل شيء قانوني، تركوها عم يشتغل. نطفوها اوكي بس مش تلغوها. مش تهدونا. ولو خانني دخانك بس خلي مكان للصلح. حتتوقف خدمة بس الموتسيك؟ يعني بقيوا على خدمات السيارات على اساس السيارات قانونية. الدراجات اللي عم نركبها موديل السنة مش دراجات قديمة مكسرة. اوكي يجوا يفتحوا النافع يشرفوا لنسجلهم 40 مليون عم بيقولوا لي صار تسجيل للموتوسيكل ما عندنا مشكله ندفع 40 و50 نحن بدنا نصير قانونيه نحن ما بدنا نكون مش قانونيه يشرعوا لنا اياها نحن كمان بدنا نشتغل بفتح من 4 ضهر ل 10 هيك شيء 19 معاش العنصر الجيش ليه قديش واطي عم يشتغل ببوز ليك يكسي حياته لو كان شغل بالسر او شيء بس ما هم ما عم يسروا ما عم ينهب عم يشتغل بعرق جبينه انتوا هلا عم تعملوا مزره هيدا اعدام جماعي اسمه يعني اليوم انا مثلا انا انسان بدفع ميكانيكي 100% بودكاست مسجل كل شيء 100% عندي موتايتي على اسم اكاونتي اكاونت على اسم كل شيء مزبوط يعني يجي يفتحوا سجلاتنا كله نضاف كنا عملنا سجل عدلي وقدمناه على البرنامج من سجل العدل سجل العدل بيعرف هيدا الشيء ما هو لو في اسباب كنا عرفنا بس ما في شيء فجاه طب نسكر بولت يعني شو بنعمل بهالحالة بنروح نسرق اكيد لا حبيبي ما المولى وهو حكي مع الصبر وقت طلعت فانا هو حكي مع الصبر قال له حيعمل له حل طلعت حل انه يغلم يعني انا برايي الوزير لما نطلع هذا القرار طلعوا من وراء نقل شوفيرية التكاسي وشوفيرية التكاسي ان مشكلتهم الاساسيه بيطلعوا هيك على الموتوسيك يا خي عم يشيل لنا الرزق من قدامنا يا خي ما انت كشوفير تاكسي لازم تفهم شغلة انه هيدا الزبون يلي طالع معك هو عم يطلبني هو عم يعطيني مصاري وعم يدفع زيادة كمان الزبون اللي بيطلع على الدراجة النارية ما بيطلع بالسيرفيس والزبون اللي بيطلع بالتاكسي بالليل او بالنهار ما بيركب دراجة نارية يا بخاف منه اوكي يا مش مراقب بالموضوع ما بحبه هيدا دليفري بدل ما اكون انا توترز عم بودي اكل انا عم بودي بني ادم عم بيخلص غراضه واموره بنص ساعه بدل ما يقعد 3 4 ساعات ليلاقي سيرفيس غير 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 على الشوفير كمان على المواطن يعني انا في عندي زبونات مثلا يلي بينزل على شغله الساعه 5 مثلا هذا كان ينزل 5 الى 10 من بيته 5 بيصير بشغله اذا كان بيطلع ببول اليوم صرتك تنزله قبل بساعه ساعه ونص من بيته ليوصل على شغله اخرته موضوع مش موضوع مادي قد ما هو موضوع الموبيلات انه بوفر وقت صار لي ببلتش سنتين ونص تقريبا لو انا مدخول تاني ما كنا شغلنا بس بولت هي اقل شيء عم بدفع اجار بيتي عم باكل بشرب بس هلا سكر شو بدنا نعمل ما هون الموضوع انه سكروا لنا ليه لا في اشغال بهالبلد لا في شيء مثل خالق البلد هدول الالف درايفر حيجوعوا ليش انا حيجوعوا هلا هذا اللي وقف بولت وقف الموبيلات انا انسان ما بيعرف الله هلا انسان ما بيخاف الله لا فكر بعناصر قوى من الداخل ولا فكر بالجيش ولا فكر بالمواطنين يلي ما عندهم شيء يشتغلوا فيه لانه اليوم انت عم تروح تشتغل بالمؤسسات او بالشركات الخاصه عم يعطوك شو معاش زهيد ملالين عم يستغلوك اللي مصدر دخله معتمد على بولت عم بيعتمد هلا سيستم جديد بيتصل فيه الزبون على رقمه الخاص بينزل بياخده بيوديه خلصت هالقد حجمه وفي عالم عايشه عليه وعايشه منه وبتطعمي ولادها منه وقطعوا بارزاق العالم من ورا هبلهم هيدا هبل انا مصدق